مرحبا بكم في قناة مطبخ تلمسان. اليوم جيتكم بنصائح اللي قدمها طبيب من ولاية بليدة لتقوية جهاز المناعة، ومن بين هذه النصائح نصحنا بشرب عصير الليمون والبرتقال. وانا هدي عامين ولا اكثر عملت لكم هذا العصير في القناة ديالي. نخليكم على النصائح ومورها مباشرة راه الفيديو تاع العصير. وبالمناسبة أقدم تحياتي الخالصة لكل ناس بليدة باسمي وباسم كل ناس تلمسان، كلنا معكم ناس بليدة. ربي يحميكم، ربي يحفظكم، ربي يعافيكم ويعافينا إن شاء الله، ربي يشفيكم ويشفي كل مرضانا، وربي يرحم كل موتانا وموتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي اليوم حابين نتكلم معكم كطبيب باش نعطيكم بعض النصائح لقوة جهاز المناعي. ونبدأ بالجو دو سيترون، هاو لو سيترون داري نعصرو، لكن حبيت نضيف له القشرة تاع القارص، سي لو زيست اللي فيه لويل اسونسيال. هاد لي دو كي نجمعوهم يعطونا بلوس دو فيتامين سي. نزيدو نقدرو ثاني ناخذو لي زورونج، نديرو ان جو دورونج. نتوما على بالكم بلي القارص والتشينا موجودين في الولايه دو بليده، سورتو في هذا الوقت هذا اللي رانا فيه. نزيدو نروحو الغذاء الملكي اللي دوك انا باغ اكزومبل سي سكو جو برون، غذاء الملكي نخلطوه مع العسل ونغلفوه بيان سور بالبابي الومنيوم ضد الضوء. وهذا كان معروف بلي قوي جهاز المناعي، ونعرفوا بلي في لاجول رويال كاين لا 10HDA، وهذه لا 10HDA تقوي جهاز المناعي. نزيدو نروحو للعقبة، لا بروبوليس اون بودر محلية، هذه ثان كنخلطوها بالعصير وناكلوها. الكل نعرفو بلي لا بروبوليس تقتل لي ميكروب لي شامبينيون اي لو فيروس. لكن الحاجة اللي مهمة اليوم اللي نقدر نتكلم عليها سي لي فلافونويد. لا بروبوليس تقوي لو نومبر دو ماكروفاج وتقوي لو نومبر لا كونتيتي دونتيكور، دونك تقوي المناعة. لكن حبيت نعاود نقدروا مثلا العسل، دوك الوقت اللي رانا فيه دي فوا واحد غير يسعد شوية يروح يجي لوبيتال قال عندي الكورونا فيروس ولا نو، يقدر ياخذ غير شوية عسل بالك. سي جوست اون بتيت غريب بلا ما يكثر، صافي الى لا تمبيراتور كبرت وكاع، وهذه نقدر نولي ليها. لكن الحاجه الاساسيه اللي ماذا بيا نعاود نولي ليها، سورتو راح جاي رمضان يا خوتي، ريحوا في دياركم. لو كل الجزائريين ريحوا في ديارهم ولو 15 يوم، ما فيها والو 15 يوم، ونعقبوا كامل رمضان سوا سوا. لكن لو نكملوا هكا يقدروا يروحوا لنا احبابنا ويروحوا لنا اهلنا، ورمضان ما نعقبوش كيما رمضان اللي فاتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سير نحتاج الى نصف كيلوغرام من البرتقال، ونصف كيلوغرام من الليمون، و450 غرام من السكر العادي. بالنسبة للسكر تكون الكمية تتراوح بين 400 غرام إلى 500 غرام، كل واحد على حسب الذوق ديالو. إذا في أول مرحلة ناخدو حبة البرتقال ديالنا ونبداو نقشرو فيها، نفدو مبشور الليمون والبرتقال ديالنا تاع كام هاد الكمية ديالنا. نبداو نديرو بهاد الطريقة، نسيو كينا نعملو مبشور البرتقال والليمون، ما نعملوش حتى الأبيض. لي عنده الحكاكة من النوع الرقيق يعمل بها، وانا نفضل الطريقة الثانية هي اسرع. نفض الحبات البرتقال ديالنا ونحيلها المبشور بهذه الطريقة، باللي نقيو به البطاطا، نحيو بها القشور ونفوتها في الخلاط الكهربائي. هذه العملية تكون بسرعة اكثر. وهنا قشور البرتقال ديالنا تكون رهيفة. اذا نكمل كامل الكمية تاعي نقشرها. قشرت كامل الكمية ديالي، ها هو قشرت كامل البرتقال والليمون اللي عندي. نسيت ما قلت لكمش بلي قبل ما نرفدو البرتقال ونقشروه والليمون نغسلوه جيدا ونعاود نشفوه، عاد نعملو العملية المبشور. اذا ها هو تحصلت على المبشور ديالنا بالنسبة للليمون والبرتقال. دو نجوزو نطحنو،
وهاد المرحله نقدروا نستغناو عليها. اللي ما عندوش الطحانه الكهربائيه يستعملها يدويا. اذا نخدموا البشور ديالنا ونوضعوه في الطحانه الكهربائيه ونطحنوه رقيق جدا. وشور البرتقال ديالنا والليمون صبحوا رقاق. اذا نرفدوهم ونضيفهم الى السكر. اذا كميه السكر حسب الرغبه. كاين ناس اللي يقولوا كميه السكر ليها بزياده. لا، علاش؟ على خاطر هذا العصير فيه يعني قشور البرتقال والليمون اللي يعطي في العصير ديالنا شويه تاع الذوق تاع المروره. اذا كميه تاع السكر تكون شويه كبيره. نعملوا كل كميه تاع السكر كميه عفوا تاع المبشور الليمون والبرتقال. نعاودوا في المرحله الثانيه نفدو كل كميه تاع البرتقال والليمون ونعصروها ونضيفوا لهم العصير فوق هذا السكر والسكر والقشور. اذا دروا نفدو البرتقال ديالنا والليمون نقوموا بعمليه العصر، يعني نفدو العصير تاعهم. هنا راني ماشي نستعمل الين الكهرباء، واللي ما عندوش يقدر يستعمل بالعصاره اليدويه. نبدا نعصر كامل الكميه تاعي، نزيد كامل الكميه، نكمل بهذه العمليه، نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كل حبات اللي عندنا. نعاود نضيفوا العصير الخليط تاعنا اللي هو السكر والقشور الليمون. نعاود نرجعكم فيما بعد. نكمل. انا عاود رجعت عصرت كامل الكميه تاع البرتقال والليمون وفرغت على الخليط اللي كان عندنا تاع السكر والقشور. ونبداو نحركو في الخليط ديالنا ونسيو باش نذوبو السكر ديالنا بهذه الطريقه. هذا العصير هو عصير جد منعش سورتو في فصل الصيف. نتمنىكم تجربوه تردوا عليا الخبر. وانه عصير اقتصادي واللي فيه مهم اكثر هو انه عصير جد صحي. كي نكمل هذه المرحله ماذا بينا لا يكون عندنا ميكسر في الدار نزيدو نطحنو هذا القشور مع العصير باش تسلق البنه اكثر، واللي ما عندوش نستغناو عليها. اذا ناخذ في اليمونتير نغطيو على الخليط ديالنا وماذا بينا نخليوه في الثلاجه لمده ليله كامله باش يطلق معنا. وغدا ان شاء الله نعملوه في الثلاجه ان شاء الله، وغدا ان شاء الله نتلاقاو باش نكملوا طريقه التحضير تاع العصير ديالنا. ها هو الخليط ديالنا باقيه معنا ليله كامله في الثلاجه، وكنت مره على مره نخلط فيه باش السكر تاعنا يذوب. دروك نفوتوا لمرحله نصفيو التصفيه. هنا ناخذ مصفات تكون من نوع رقيق، وهنا خديت كاس مدرج باش نشوفوا تقريبا شحال تحصلوا على كميه من مركز البرتقال العصير ديال المركز وليس العصير. اذا هاي المصفات ناخذوها نبداو بالعمليه تاع التصفيه. بسم الله. هنا ما كنت عملت كميه كبيره من المقادير، يعني كنت رفدت غير كيلوغرام واحد خليط بين البرتقال والليمون باش تجربوا المره الاولى. نعملوا غير كميه قليله ولا جاتكم مليحه الوصفه يمكن تضاعفوا المقادير. اذا هكذا نبداو الطريقه. نبداو نعصروه بعدين نصفيوه ونصفيو. وهاد القشور ديالنا من تحصلنا عليهم ما نسيبوهمش، نقدروا نستعملوهم في عده استعمالات، مثل نستعملو بهم في الكيك ولا نستعملوهم في عندنا حل الوصفه دوك ان شاء الله هنا نعملها فيديو اللي هي غريبيه بالسميد وجوز الهند. ونستعمل هذه القشور واذا نخبيوهم في المجمد ووقت الحاجه نستعملوهم نسمو بهم الحلويات ديالنا. جاني بالتقريب حوالي 800 مليلتر، يعني تقريبا لتر من مركز البرتقال ب
واحد كيلوغرام من الحوامض. إذا هذا المركز الآن خلطوه بالماء، مثلا نفدو كأس كبير ونخلطوه مع الماء. هنا نخلي لكم الاختيار لكم، كل عائلة وكيفاش تحب. كاين العائلات اللي يحبوا العصير ذو تركيز عالي، وكاين العائلات اللي يحبوه خفيف. إذا دوك نخلطوه مع الماء ونشوفوا إن شاء الله جاهز. العصير ديالنا أصبح جاهز معنا. أنا أخذت واحد كأس من هذا الحجم اللي هو كأس يفد 250 مليلتر في واحد لتر من الماء. وكما سبق لي وقلت باللي هذا الشيء بقى حسب الذوق. إذا كمية العصير جاتنا حوالي 4 لتر من العصير جاهز. نشوفوا العصير ديالنا كيف جا القوام ديالو، وهو عصير جد منعش. ان شاء الله يعجبكم، وفي فيديوهات اخرى ان شاء الله دوك نعملوا العصير البرتقال لوحده، وفيديو اخر دوك نعملوا عصير الليمون لوحده. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله.